أنا تارك للصلاة، أتوب أحيانا وأصلي ثم أترك، وهكذا هو حالي، فهل توبتي هذه مقبولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا الحكم وجعلنا من الراشدين. آمين. ما يتعلق بسؤال الأخ أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا ثم يتوب ويرجع إلى الصلاة، هل هذه التوبة تكون مقبولة أم لا؟ نقول إن كانت التوبة توبة صادقة وكان التائب تائبا بجد وبصدق وكان قصده من توبته الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والشروع في صلواته وعدم العود إلى ترك الصلاة مرة أخرى والندم على ما فات من ترك الصلوات، فبإذن الله تعالى تكون توبته مقبولة إن شاء الله. لكن ننبه إلى خطورة ما هو عليه حاليا من ترك الصلاة أحيانا، لأن أهل العلم استندوا إلى أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في حكمهم على تارك الصلاة، ما بين مكفر له تكفيرا مخرجا من الدين وما بين مكفر له تكفيرا عمليا، وقالوا إن عمله هذا أو إن تركه للصلاة وإن كان تكاسلا وإن كان أحيانا أكبر من الزنا وأكبر من الموبقات ما سوى الكفر والشرك. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلواته، والله جل وعلا لما ذكر المؤمنين في سورة المؤمنين وذكر فلاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي الأخير كذلك أشار إلى أهمية الصلاة من آخر صفاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء قالوا من تركها جحودا فهو كافر بالاتفاق، ومن تركها تكاسلا فهو على نوعين، إما أن يتركها بالكلية ويدعي أنه تركها تكاسلا، هذا أيضا كفره أهل العلم. وأما الثاني كحال هذا السائل يصلي أحيانا ويترك أحيانا، قالوا لا نكفره تكفيرا أكبر، وإنما تكفيره تكفير عملي، ولكن مع هذا فهو على خطر عظيم. فضيلة الشيخ يشك في قبول هذه التوبة؟ لا 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 يشك، لا يشك، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا وكذلك يقبل التوبة عن عباده، وعد الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب. فالله جل وعلا من أسمائه التواب وكذلك الغفور والرحيم العفو، فقلنا من صدق في توبته وفي إنابته وأوبته إلى الله تقبل الله توبته. بارك الله فيكم.